أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مادة تحليل البيئي، الوحدة الثالثة، الغلاف الأرضي، جيوسفير. ونواصل شرح مكونات هذه الوحدة. الغلاف الأرضي، جيوسفير. الغلاف الأرضي تعريفه هو طبقة الأرض السطحية الرقيقة التي تحتوي على التربة الصالحة لنمو النبات. يرتبط ارتباط مباشر، أي هذه الطبقة ترتبط ارتباط مباشر بالأغلفة البيئية الأخرى، وعليه يؤثر هذا الغلاف على البيئة إذن الغلاف الأرضي هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزراعية وحياة الحيوانات. وتشكل هذا الغلاف الأرضي خلال عملية معقدة استمرت ملايين السنين تحت تأثير العوامل المناخية مثل الحرارة والرطوبة والرياح. وهنا نلاحظ الطبقة السطحية وطبقة تحت التربة في هذه الصورة بشكل واضح. التربة التي تمثل الغلاف الأرضي تتكون من ثلاثة طبقات. هنا الطبقة السطحية surface soil، وطبقة تحت التربة solid layer أو ما يسمى subsoil layer، طبقة الصخرة الأم solid layer. ونلاحظ في هذه الصورة بشكل واضح أو هذه الرسمة، أول حاجة الطبقة السطحية وما يسمى top soil أو surface soil، وهنا أيضا الطبقة تحت التراب أو تحت التربة وما يسمى subsoil، وهنا طبقة الصخرة الأم أو ما يسمى bedrock. وإن شاء الله سوف نتناول بالتفصيل شرح كل طبقة من هذه الطبقات وتكويناتها في المقاطع القادمة إن شاء الله.